بتاع اكثر اللاعبين تمريرا للخلف في الدوريات الاوروبيه، كان بيفكرني وانا بشوف الاحصائيات بتاعت اللعيبه امبارح او بعد المباراه بتاعت مصر وكينيا، كانت يوم الخميس مش امبارح، وعلى الارقام بتاعت اللعيبه يعني كان الاثنين الارتكاز طارق حامد وحمدي فتحي كانت تمريرات الاماميه بس، كل واحد فيهم 7 و6، عشان كده كنت بقول ان خط النص انه ما كانش في حد بيوصل مع الهجوم، عشان كده بنتكلم انه كان في مشاكل، كنا محتاجين يكون في تغيير في طريقه اللعب، يكون في روح اكتر من كده. يعني اكيد كل الحاجات دي هشتغل عليها كابتن حسام البدري الفتره اللي جايه، وادي مباراه جزر القمر يعني هتكون بالنسبه لنا برضو يعني تحضير كويس لكاس الامم الافريقيه. خلينا بقى نروح نبعد شويه عن الكره المحليه والمنتخب، نروح لمستر كريستيان فيلهلمسن نجم روما الايطالي منتخب السويد السابق عبر زوم، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. أشكركم شكرا جزيلا على استقبالي. في البداية عايزة أسأل حضرتك، إزاي شايف قرار عودة إبراهيموفيتش من الاعتزال الدولي وانضمامه لمنتخب السويد؟ أعتقد أن هذا القرار هي فرصة كبيرة للعودة مرة أخرى، ولديه القدرة على اللعب مرة أخرى للعب، وكان يبعد عن الفريق لمدة 5 أعوام حتى الآن، ولكن لديه القدرات والمهارات والطموح ليلعب من أجل فريقه، فأنا سعيد للغاية وأعتقد أن العالم بأجمعه سعيد للغاية لرؤيته مرة أخرى. طيب عايز اعرف طبعا رايك بقى في الاداء اللي قدمه زلاتان ابراهيموفيتش في اول مباراه لي بعد العوده للعب مع منتخب السويد قدام جورجيا في تصفيات اوروبا المؤهله للمونديال، وصناعته لهدف الفوز طبعا. أعتقد يمكن القول أن كان لدي الفرصة لأن ألعب معه لعدة سنوات، ولكن لم تكن هذه المباراة من أفضل مبارياته، ولكن من الطبيعي فإنه لم يلعب لفترة طويلة مع منتخبه ولم يكن على دراية مع نظام اللعيبة الجدد في الفريق، لكن وجوده في الملعب فهو دائما شيء خطير وشيء يهدد الباقي، ولكنه في النهاية بطل كبير ويمكنه أن يقدم الكثير في الملعب، ودائما يحظى باهتمام بالغ عندما يلعب، كل الأعين تكون منصبة عليه. إبراهيموفيتش يمكن بيكبر في السن لكن عطاؤه في الملاعب بيزيد، هو نفسه شايف كده، هو نفسه بيشوف ده أنه مهما كبر ولكن بيفضل في الملعب، بنشوف بيتألق إزاي، وكل ما نفتكر أنه خلاص إبراهيموفيتش يعني كبر، لكن لا، بنشوف دايما تألق كبير قوي. من وجهة نظرك إيه العوامل اللي ساهمت في صناعة أسطورة كروية حقيقية زي إبراهيموفيتش؟ أعتقد أن العوامل من أهم العوامل هو طبيعة إبراهيموفيتش، فهو ليس مثل الجميع، فهو يرى أن من يقول أنه أنني كبرت في السن فهو يود أن يثبت دائما العكس، لديه دائما الحافز لأن يشهد الجميع على أن هذه الكلام أو هذا الكلام غير دقيق، فلديه القدرة على التفوق، لديه قوة خارقة، لديه أسلوب مبدع في اللعب، ويريد أن يقدم دائما المزيد، فلديه قدرات فائقة وقدرات خاصة به. أنا عايز أعرف كمان على المستوى الشخصي مواقف جمعت حضرتك مستر كريستيان بإبراهيموفيتش، لأنه عارفة أن في علاقة شخصية وأنه كمان يعني أنت من الأسباب اللي ساهمت في أنه هو يعود لمنتخب السويد. One more time the question. If we played together. عندما كنا نلعب سويا. Can you repeat the question? لما كنتوا بتلعبوا في الملعب. Yeah. نعم. كان هذا امتياز لي أن ألعب بجانب لاعب كبير مثل إبراهيموفيتش، وكنا أصدقاء وما زلنا أصدقاء، وكنا ونحن نعرف بعض منذ سنوات عديدة ولعبنا مع بعض، واللعب معه شيء ممتع إلى الغاية، ولديه قدرات
فائقة يمكن لأي شخص أن يستفيد منه، حتى عندما كنا نمر بمباريات صعبة، ولكن وجوده في الملعب يعني يؤكد لنا دائما التقدم وأن نحرز نتائج هامة جدا في المباريات. ده على المستوى الفني. على المستوى الشخصي إزاي إبراهيموفيتش بيتعامل مع زمايله في الملعب؟ أكيد هعرف أكتر منك. يعني يمكن كتير من تصريحاته في المؤتمرات الصحفية بيمتاز بخفة الدم، وكمان البعض كان بيشوف أنه في سنة غرور شوية في إبراهيموفيتش. إزاي كنتوا بتشوفوه في الملعب وبيتعامل مع زمايله في الملعب على المستوى الشخصي؟ أعتقد أن الوضع مختلف. أعتقد إذا سألتيني أم سألت شخص آخر، فالعلاقة بيننا كانت حميمة إلى الغاية. هو يعامل كل الأشخاص بطريقة معينة، هو يحاول أن يدفع الجميع ليقدموا أفضل ما لديهم. فداخل الملعب لديهم قدرات وتوقعات عالية جدا من أمامه، فيحاول أن يخرج أفضل ما لدى اللاعب الذي يلعب بجانبه، فيحاول أن يضع كل لاعب لدفعه إلى الأمام وليقدم المزيد. ولكن على المستوى الشخصي فكصديق هو شخص متواضع إلى الغاية وشخص لطيف إلى الغاية على المستوى الشخصي، ولكن كلاعب فهو نجم كبير، فلديه مسؤوليات والجماهير تريد أو الكل يريد أن يتقرب منه، وربما هناك من يريد أن يخرج أشياء سيئة منه، ولكن هو يحاول أن يتجنب كل هذه الأشياء، وعلى الجميع أن يحترموا هذه الخصوصية وخصوصيته الشخصية. أكيد. طب هل تتوقع أن يستمر إبراهيموفيتش فترة تزيد عن موسم كمان في الملاعب قبل ما يعلن قرار اعتزاله كرة القدم بشكل عام؟ تعتقدين تتحدثين عن الاعتزال كرة القدم بشكل عام؟ كرة القدم بشكل عام. أعتقد كرة القدم بشكل عام، أعتقد أنه لديه طموح لأن يستمر فترة كبيرة، وأعتقد أنه لن يعتزل قريبا، فهو لديه يريد أن يعود إلى المنتخب الوطني وأن يتأهل للبطولات القادمة، فأعتقد أننا سنراه لمدة أطول. خليني بقى أسألك عن رأيك في المستوى اللي بيقدمه إبراهيموفيتش مع الميلان في الدوري الإيطالي، شايفه إزاي؟ والميلان نعم، مع الميلان الإيطالي أعتقد لقد أحرز نتائج هائلة مع الميلان خاصة في الوقت السابق، وأعتقد لديه قدرات هائلة أن يقدمها معهم، فهو أحرز نتائج هائلة معهم بالرغم من سنه، فهو وصل إلى 39 من عمره، ولكن بهذا المستوى فأعتقد أنه وصل بالمنتخب لمستويات فائقة. طب هل تتوقع أنه يستمر مع ميلان في الموسم الجديد، ولا ممكن بقى ينتقل لفريق آخر في الميركاتو الصيفي اللي جاي؟ لا، أعتقد هو وحده القادر على هذه القرارات، فكلها توقعات وتكهنات من حيث الانتقالات وهل سيكون أو هل سينتقل إلى فريق آخر أم لا، ولكن في النهاية هو قرار، وفي النهاية أعتقد أنه يحتفظ به لنفسه حتى يشعر ويأخذ القرار الصائب في الوقت الصائب. مستر كريستيان، لعبت فترة في المنطقة العربية وتألقت مع فريق الهلال السعودي، إزاي بتتابع دلوقتي تطور الكرة العربية والفرق بينها وبين اللعب في البطولات الأوروبية؟ أعتقد حتى أكون صادق أن هذه الأيام كنا وعلى مدار السنوات الماضية الكرة العربية تقدمت، وهناك مواهب كثيرة في المنطقة، وأعتقد أرى لاعبين مميزين للغاية في عمر مبكر ويحاولون دائما التقدم والتطوير من مهاراتهم. مصر لديها
مواهب كثيرة جدا وهناك لاعبون ممتازون في المنطقة، فأنا منبهر صراحة بهذه أو بهؤلاء اللعيبة، ولديهم عقلية أن يتقدموا ويقدموا أفضل ما لديهم ويطورون أنفسهم بشكل مستمر. فالموضوع ليس فقط المهارات ولكن أيضا تطوير هذه المهارات وأن يصلوا إلى البطولات وأن يصلوا إلى المنتخبات الأوروبية، ولديهم أيضا القدرة على تجاوز الصعاب وتطوير نفسهم بصورة مستمرة. فأعتقد أنهم على المسار الصحيح وأن في الفترة القادمة سنرى الكثير من المواهب، وهذه ربما الاختلافات. أكيد لازم أسألك على رأيك في المحترفين العرب، ولكن هتكلم أكتر عن المصريين، يعني رأيك في محمد صلاح مع ليفربول والنني مع أرسنال. نعم بالفعل، يمكن أن أقول أن هذا شيء رائع للغاية، فأحدهم واحد من أفضل اللعيبة في العالم، خاصة هذا الموسم كان مختلف عن الموسم السابق. محمد صلاح مبهر للغاية، وأحب طريقة لعبه وأيضا شخصيته كشخصيته على المستوى الشخصي، وكيف يرد على معجبينه وأيضا الجماهير، وكيف يتواصل معهم، فهو نموذج يحتذى به للجميع. بعد رحيلك عن الهلال، هل تلقيت عروضا للاحتراف في الدوري المصري؟ للأسف لا، لم يتم عرض أي شيء علي من قبل مصر، ولكن ربما هناك احتمالية للعب مرة أخرى، هناك فرص مثيرة للغاية يمكن أن أقدمها. بشكرك جزيلا مستر كريستيان، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي، وأكيد بعد الكرة العالمية بنرجع كتير نتكلم على أخبار فريقنا على النادي الأهلي الفترة اللي جاية. مباراة طبعا المريخ هي المباراة اللي جاية ومهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، ماتش كمان جزر القمر بالنسبة لمنتخب مصر، هيفضل مباراة مهمة، عايزين نشوف أفضل أداء من الفريق، وكلنا طبعا في ظهر فريقنا وفي ظهر منتخبنا، وبإذن الله نقدر نرجع للروح اللي متعودين عليها من منتخب مصر، لان احنا قادرين، ولانه فعلا الجيل ده يستاهل ان هو يعمل حاجه تشرف المنتخب المصري وتفرح ال 100 مليون دول. خلينا طبعا اكيد هيكون في كلام كتير قوي عن المنتخب وعلى النادي الاهلي مع كابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي السابق، يعني ملك التحليل، مع زميلي الاعلامي احمد سمير بعد الفاصل.